ابتسام المصطفى، فنية تغذية لمنظمة أطباء عبر القارات، فريق استجابي سريع. مهمتنا هي تحري حالات سوء التغذية للأطفال من عمر 6 شهور ل 59 شهر، فرز حالات سوء التغذية حسب الحالات يلي عم تواجهنا. مهمتنا أيضا الإشراف على توزيع المتممات الغذائية والمغذيات الدقيقة ومتابعة حالات سوء التغذية يلي عم تصادفنا. طبعا نحن منتابع الحالات حسب نوع الحالة. بالنسبة لسوء التغذية الشديد منتابعها كل أسبوع حتى الشفاء، إضافة لحالات سوء التغذية المتوسطة وحالات سوء تغذية الأمهات نحن منتابعها كل 15 يوم حتى الشفاء. أيضا من ضمن مهامنا هي توعية الناس والأهالي خاصة ضمن المخيمات على للوقاية من الكوفيد والكوليرا، حرصا على سلامتهم. ودائما نحن بننصح الأهالي أنه يتبعوا التعليمات اللي نحن عم نعطيهم إياها، لأنه دائما نحن بنقول درهم وقاية خير من قنطار علاج.